عزيزي الصياد، للمحافظة على محصولك من الأسماك طازجا يجب عليك اتباع التعليمات التالية. أولا، أثناء الصيد يجب على الصياد تنظيف القارب قبل ذهابه للصيد وأخذ عوازل خاصة لحفظ الأسماك أثناء الصيد. تجنب اختلاط الأسماك بالملوثات على القارب مثل عبوات البترول. أثناء التقاط الأسماك على الصياد أن يقوم بوضعها في عوازل نظيفة ومغطاة من أشعة الشمس. وضع كميات مناسبة من الثلج على الأسماك حتى لا تصاب بالتلف وتصل بشكل سليم. ثانياً، أثناء الإنزال يجب على الصياد إنزالها على شكل مجموعات في عبوات بلاستيكية مثقوبة ومغطاة من أشعة الشمس. يجب على الصياد نقل الأسماك بشكل سليم وتجنب ملامستها للأرض أو تعرضها لأشعة الشمس. يجب على الصياد عدم جرفها أو إنزالها بأدوات حادة حتى لا يتم جرجها أو جرحها مما يؤدي إلى تعرضها للتلوث. ثالثاً، أثناء التوصيل للحراج والتخزين يجب على الصياد تنظيف الأسماك بتيار سريع من المياه المتجددة في مكان يتم تصريف المياه فيه بشكل صحي وعدم تنظيفها في أحواض ممتلئة بالمياه الراكدة. يجب على الصياد فرز الأسماك كلاً على حسب نوعها ووضعها في عبوات بلاستيكية نظيفة ذات ثقوب تتراوح ما بين 15 إلى 50 كيلو حتى لا يضغط بعضها على بعض. يجب على الصياد عدم استخدام أدوات حادة أثناء عملية فرزها. يجب على الصياد نثر كمية من الثلج المجروش على قاع السلة بسمك 3 سنتيمتر. كما يجب على الصياد رص الأسماك في الطبقة الواحدة بطريقة متعاكسة بهذه الطريقة. كما يجب على الصياد وضع الثلج المجروش بين طبقات الأسماك ويتم تغطية السلة بالثلج المجروش. رابعاً، أثناء النقل يجب على الصياد نقل الأسماك في سيارات مغلقة ومعزولة عن الحرارة. خامساً، أثناء البيع يجب على البائع وضع الأسماك في ثلاجات باردة لحفظها بشكل مناسب ويتم عرض كمية قليلة للبيع وعدم إخراج الكمية بشكل كامل من الثلاجة حفاظاً على الأسماك من التلف. عزيزي الصياد، إن اتباع الطرق الجيدة لصيد وتداول الأسماك يحسن من جودتها وبالتالي يرفع من قيمتها عند البيع، كما يوفر غذاء نظيفا وصحيا للمستهلك.